كان أحد أبرز الضباط الأمنيين لنظام الأسد الأب والابن، عرف بالرجل الذي أرعب اللبنانيين، وكان أحد المتهمين الرئيسيين في حادث رفيق الحريري. أحاطت طريقة وفاته الغموض، ووجهت أصابع الاتهام لأكثر من جهة، فمن هو اللواء رستم غزالة وما قصته؟ ولد رستم غزالة والمعروف بأبو عبدو عام 1953 بقرية قرفة بدرعة، التحق بالكلية الحربية، وفور تخرجه عين في كتيبة المدرعات، وعمل مشرفا على الأمن في بلدة حمانة في جبل لبنان، ثم مفرزة الحمرة في بيروت. في عام 2002 تولى رئاسة جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان خلفا للواء غازي كنعان. وخلال تواجده في بيروت عرف غزالة بالرجل الذي أرعب اللبنانيين، حيث اتبع سياسة القمع والفساد حتى غادرها في 26 من أبريل نيسان عام 2005 مع انتهاء الوجود السوري في لبنان على إثر إنهاء حياة رئيس الوزراء رفيق الحريري. وكان غزالة ضمن الضباط السوريين المتهمين في قضية رفيق الحريري، حيث جرى استجوابه برفقة 4 ضباط آخرين من قبل لجنة التحقيق الدولية. وفور عودته إلى سوريا تولى رئاسة جهاز الأمن السياسي، وخلال الثورة السورية كان له دور بارز في قمع المحتجين. وبقي رستم غزالة في منصبه إلى أن حدث صدام بينه وبين اللواء رفيق شحادة الذي كان رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية، ليضطر الرئيس السوري بشار الأسد إلى عزل الاثنين من منصبيهما. وحينها قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الإقالة جاءت على خلفية شجار عنيف بين الرجلين، وتطور إلى عراك بالأيدي بين أنصارهما، وتعرض فيه غزالة لضرب مبرح. وفي 24 من أبريل نيسان عام 2015 أعلنت وفاة رستم غزالة، وترددت أنباء مختلفة عن طريقة وفاته، حيث قالت الجزيرة إنه في أواخر فبراير شباط أصيب غزالة بشظايا في قدمه وعينه اليسرى في قرية قرفة بدرعة إثر اشتباكات مع مجموعة تابعة للواء رفيق شحادة، وأنه نقل إلى المشفى وهناك فارق الحياة. وهناك أنباء أخرى تحدثت عن وفاته بالسم، وأخرى عن قيام النظام السوري بالتخلص منه كما حدث قبل أعوام مع غازي كنعان، خاصة أن الاثنين لديهما معلومات كثيرة عما جرى في لبنان وصولا إلى حقبة التصفيات، وأبرزها حادث النيل من الحريري. وأشارت الصحف حينها إلى أن قرار الأسد بالتخلص منه جاء بعدما أظهرت المحكمة الدولية الخاصة برفيق الحريري تسجيلات صوتية دارت بين الحريري وغزالة، لتنتهي بذلك حياة آخر ضابط سوري متهم بحادثة رفيق الحريري.